تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ 25 سنة، تزوج بخديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. ريفا كمبنيتون خادم مربوطون قرن محمد صلى الله عليه وسلم ديانا نباجة لبباب زين جنوية خديجة بنت خويلد من أفضل نساء العالمين. أنسم بباب زين فارم ميجا تمدفتون إزان. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير. نبارم قمنا محمد صلى الله عليه وسلم مارو إرو لله زيان عفين مي فامي ريهن سندي في تويت فين لان ولم يقبل من النساء إلا أربع فاني بفاف كوسة ديال سي في سم نزروا نفين ديال إيه فتفونا نبارم قمنا محمد صلى الله عليه وسلم آسيا امرأة فرعون ودوان يمزان نبارم ديال آسيا فاد فرعون فاد فرعون ومريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. أرفعهم زنديا مريم نماريا رنجسوا. وخديجة بنت خويلد. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أرفعتي بخديجة بعد فمن محمد صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. أرفعتي فاطمة زنب بعد فمن محمد صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها هي الخامسة. عائشة زني فادن فمنان محمد صلى الله عليه وسلم عائشة إذن فادي قال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الخبز مع اللحم، فالخبز مع اللحم هو أفضل الطعام. يقول عائشة فضل عائشة على النساء كفضل هذا أفضل الطعام على بقية الأطعمة. نبارم حمنان محمد صلى الله عليه وسلم ودي فلر أن عائشة نبارم ونجيان في فابر هيت نبارم تتحقن فلر مي فاري نسخاف زي ما تشير زانيا أبارابورم بسخاف حاف